الرحمن الرحيم. 6 أخطاء في تكبيرة الإحرام. أهم ركن يا إخواننا في الصلاة تكبيرة الإحرام، أهم ركن، وفي حوالي 6 أخطاء متعلقة بهذا الركن. الخطأ الأولاني قول بعضهم الله أكبر، ودي اتكلمنا عنها بالتفصيل في فيديو سابق، وقلنا إن أكبر جمع كبر وهو الطبل كما قال ابن منظور في لسان العرب. كده حضرتك انت حرفت المعنى، وبذلك تكون الصلاة باطلة لأن تكبيرة الإحرام باطلة. الخطأ الثاني إن كتير من الناس بتقول تكبيرة الإحرام ليس من الوضع قائما، بيلاقي الناس راكعين عايز يلحقهم فبيجري ويقول الله أكبر وهو بيميل. لا، لازم يقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، وبعد كده يقول الله أكبر وهو بيلحق الركوع اللي هي تكبيرة الانتقال. الخطأ الثالث اللي هو بيقول تكبيرة الإحرام وهو قاعد. تقول لي ما أنا معذور، ما أنا لازم أقعد عشان أنا تعبان. أقول لك لو أنت معذور اللي أنت مش قادر حتى تقول تكبيرة الإحرام وأنت واقف الثواني القليلة دي، يبقى لا حرج عليك. لكن لو تقدر تقوم شوية تقول الله أكبر، لأن من شروط تكبيرة الإحرام أن تقولها من الوضع قائما، يبقى لازم حضرتك تقول الله أكبر. مش قادر بقى تقف بعد كده، بتقعد وتقرا الفاتحه وانت قاعد، مفيش مشاكل ما دمت عاجزا او في مشقه شديده. لكن ما دمت قادر تقف، يبقى لازم تقول الله اكبر وانت واقف، لان من شروط تكبيره الاحرام ان تقال من الوضع قائما. الخطأ الرابع اللي بعض الناس بيقول الله اكبر قبل الامام او مع الامام. الامام ابن قدامه يقول فان قالها قبل الامام لم تنعقد أو لم ينعقد تكبيره، وعليه أن يعيد تكبيرة الإحرام مرة أخرى. تبطل الصلاة يا إخواننا لو أنت قلت الله أكبر مع الإمام أو قبل الإمام، بطلت الصلاة. الخطأ الخامس إن ما بيعرفش يقول تكبيرة الإحرام على السنة. يعني تلاقي ناس رافعة إيديها بتقول الله أكبر، وناس تقول لازم تبقى حريص على لمسي ودنها الله أكبر. لا، هي السنة اللي انت ترفع ايديك بمحاذاة الأذنين أو بمحاذاة الكتفين، يبقى بالأذنين أو الكتفين الله أكبر، وتقول بقى الله أكبر وانت بترفع أو قبل ما ترفع أو بعد ما ترفع. يعني ممكن تقول الله أكبر أو تقول الله أكبر أو تقول الله أكبر وترفع ايديك، كل ده ورد في السنة. الخطأ الأخير الإهمال في إدراك تكبيرة الإحرام. يجي في الركعة الأولى أو الركعة الثانية ما بقاش متحري إن هو يدرك تكبيرة الإحرام، مع إن ليها ثواب كبير عند الله عز وجل، والسلف الصالح كانوا يحرصون على تكبيرة الإحرام. العجيب إنه بيكون في الصف والإمام بيقول الله أكبر، هو بيلعب في الموبايل، ممكن يتسوق، ممكن ما مشغول بهدومه، فيكون واقف في الصف وللأسف بيفقد تحصيل تكبيرة الإحرام. يبقى دي 6 أخطاء نتجنبها ونحاول اللي احنا نؤدي تكبيرة الإحرام بشكل صحيح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.